أهلا ومرحبا بك سيد مصطفى. يعني أعلنت حكومة الوفاق اليوم إطلاق عملية عسكرية سميت بعاصفة السلام ردا على عدوان خليفة حفتر واستهدافه المستمر والمتكرر للأحياء السكنية في محاور العاصمة الليبية طرابلس. لو تحدثنا بشكل تفصيلي حول هذه العملية العسكرية. بالفعل ما جرى اليوم هو أن غرفة العمليات المشتركة لعملية بركان الغضب أطلقت عملية عسكرية كبرى تحت اسم عاصفة السلام. هذه العملية تأتي ردا على صروخات الهدنة المتكررة من قبل ميليشيات المجرم خليفة حفتر. خليفة حفتر منذ اليوم 12 يناير عندما تم إعلان الهدنة لم يلتزم بهذه الهدنة ساعة واحدة، بالعكس في الأيام الأخيرة كرر استهدافه للأحياء المدنية، حتى أن الاستهداف طال عائلات بأكملها مدنيين في بيوتهم، تم قصفها، استشهد على أثرها كل أفراد هذه العائلات. بالتأكيد كنا دائما نتحلى بالصبر، نتمسك بما أخذته الإدارة السياسية من قرار في استمرار الهدنة، ولكن كنا على يقين بأن هذا المجرم لا عهد له ولا ميثاق. عملية عسكرية اليوم تأتي ردا على هذه الخروقات إلجاما لهؤلاء المجرمين. طيب. حتى يتم إبقاءهم عن الأحياء المدنية وعن قصفهم للأحياء المدنية. سيد مصطفى، سيد مصطفى، يعني هل هناك أي حصيلة يعني في هذه العملية؟ تبينت هناك عدد القتلى والجرحى من قبل خليفة حفتر. تابعنا أيضا هناك الحديث عن يعني أسر قوات حكومة الوفاق لبعض المرتزقة الأجانب. طبعا ربما الحدث الأبرز هو أو الرسالة الأوضح أو الأبرز من هذه العملية هو هذه العملية المنسقة التي جرت في كل محاور القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، وأينما وجدت قوات عملية بركان الغضب اليوم عندما أعطيت الأوامر بالتقدم تقدمت هذه القوات. الحدث الأبرز هو الدخول إلى قاعدة الوطية، هذه القاعدة العسكرية الأكبر لدى المجرم خليفة حفتر في المنطقة الغربية. هذه القاعدة كان يستخدمها لقصف أهلنا المدنيين، ويستعمل بها، هي مصدر أساسي للتدريب للقوات ومصدر أساسي لخروج الطائرات التي يتم من خلالها استهداف المدنيين. إذن لهذه القاعدة العسكرية يعني سيد مصطفى أهمية استراتيجية بالغة وكبيرة. بالتأكيد عندما نتحدث عن قاعدة الوطية ونقول بأن قوات عملية بركان الغضب استطاعت الدخول إلى هذه القاعدة وأسر 10 ضباط من 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 ميليشيات المجرم خليفة حفتر الموجودين في هذه القاعدة، منهم رتب عالية، 3 ضباط برتبة عقيد، فهذا يعني أن هذا انتصار كبير ومهم لصالح قوات عملية بركان الغضب. أن تأتي قواتنا وتخرج من القاعدة محملة بأسلحة وبعتاد وكان مخزنا في هذه القاعدة، فهذا إنجاز مهم وضربة قاسمة للمجرم خليفة حفتر. ربما لم تتمركز قواتنا في داخل القاعدة بالنظر لأنها قاعدة عسكرية ومساحات مفتوحة ومترامية الأطراف، لكن الرسالة العسكرية التي كانت تريد أن توصلها قوات عملية بركان الغضب بأنها تستطيع أن تصل إلى ميليشيا أينما كانت. هذا ما حدث بالفعل اليوم.